قصص نور وقصص حكمة وصبر، أساميهم لنا خير وعطار. نبتدي بآدم خليفة ربنا، وفي محمد ننتهي خير البشر. قصص نور وقصص حكمة وصبر، حكمة وصبر، أساميهم لنا خير وعطار. نبتدي بآدم خليفة ربنا، وفي محمد ننتهي خير البشر. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء. في الحلقة الماضية كنا نتكلم عن نبي الله آدم عليه السلام، الذي أرسله بل خلقه الله عز وجل أول البشر، وأسجد له الملائكة، وكان أول نبي في الأرض. آدم عليه السلام توفاه الله عز وجل، وظل الناس على التوحيد لقرون طويلة لا يعبدون إلا الله جل وعلا. وأوصى آدم عليه السلام من بعده بوصيته لشيث ابنه، ثم ظل الناس زمنا وقرونا، وبعث الله عز وجل فيهم نبيا اسمه إدريس عليه السلام. أما إدريس فهو نبي وليس برسول، فلم يأتي بدين جديد، فالناس لا زالوا يعبدون الله جل وعلا، لكن جاء يذكرهم ويحثهم على الخيرات، ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فإدريس عليه السلام نبي من أنبياء الله جل وعلا، بل كان من أنشط من دعا إلى الله جل وعلا، ما ترك أحدا في الأرض إلا وعلمه الخير وذكره بالمعروف ونهاه عن المنكر، حتى وصل به الأمر إلى أن الله عز وجل أوحى إلى إدريس: أي يا إدريس، ما من يوم إلا ويكتب لك مثل عمل أهل الأرض كلهم، كل الناس الذين كانوا موجودين. لما؟ لأن من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فإدريس دعا كل الناس إلى الله جل وعلا ونصحهم وذكرهم، فكان كل من يعمل خيرا في ميزان من؟ إدريس عليه السلام. فرح إدريس بهذا، بل إنه دعا ربه أن يمد في عمره، وفي يوم من الأيام رأى ملكا من الملائكة، فإذا بإدريس عليه السلام يكلمه، قال له: إذا رأيت ملك الموت فاطلب منه أن يؤخر في عمري، أن يمد في عمري. وإدريس عليه السلام يعلم أن كل يوم في ميزان حسناته عمل أهل الأرض جميعا. يا لهذا الفضل العظيم، يا لهذا الخير الكبير، هذا يشجع كل إنسان على أن يعلم الناس على الخير. إدريس عليه السلام قال هذا للملك، فقال له الملك: ولما لا ترقى إلي إلى السماء، أحملك إلى السماء فتكلم ملك الموت. وفعلا حمله الملك إلى السماء الدنيا، ثم السماء الثانية، ثم السماء الثالثة، ثم السماء الرابعة، فإذا بهم يجدون ملك الموت. فسلم عليه الملك، فقال له الملك، قال: إن إدريس عليه السلام يسلم عليك يا ملك الموت. فرد عليه السلام، فقال له ملك الموت: وماذا يطلب؟ قال: ماذا يطلب؟ قال: إدريس يريد منك أن تمد في عمره، أن تؤجل في عمره، مد له في العمر. قال: ولما يريد هذا؟ قال: يريد هذا حتى يزداد في عمله. فقال ملك الموت: وأين إدريس الآن؟ قال: إدريس معي، إدريس معي الآن. وكان الملك في السماء الرابعة. فقال ملك الموت: سبحان الله، سبحان الله. قال: ولما؟ قال: أمرني ربي أن أقبض روح إدريس في السماء الرابعة. فقلت في نفسي: وكيف هذا؟ إدريس في الأرض ويأمرني ربي أن أقبض روحه في السماء الرابعة؟ الأمر غريب، وأنا نازل
وجدته قد صعد إلى السماء الرابعة. فقال له الملك الذي حمل إدريس، قال: وكم بقي من عمر إدريس من أجله؟ قال: لم يبق له طرفة عين. فقبض الله عز وجل روحه عن طريق ملك الموت في السماء الرابعة، وظل إدريس عليه السلام في السماء الرابعة حتى مر النبي عليه الصلاة والسلام في المعراج عليه، فسلم عليه وقال: أهلا بالنبي الصالح والأخ الصالح، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه إلى السماء الرابعة وظل فيها وقبض فيها، ورفعناه مكانا عليا. إنه نبي من أنبياء الله عز وجل بعث وتوفي في السماء الرابعة، وظل الناس يعيشون على توحيد ربهم جل وعلا. قصص نور قصص، قصص نور قصص، حكمة وصبر. ظل الناس على التوحيد زمنا، فمن وفاة آدم عليه السلام ظل الناس 10 قرون. القرن ليس للضرورة كقرننا 100 عام، بل ربما 1000 عام. ظلوا سنوات طويلة على التوحيد حتى جاء اليوم الذي تحقق الشياطين فيه ما أرادت في الأرض. كان هناك رجال صالحون في الأرض يعبدون الله عز وجل، ود، سواع، يغوث، يعوق، نسر، هؤلاء 5 رجال صالحين كانوا يعبدون الله عز وجل وأحبهم قومهم. فلما توفاهم الله عز وجل، توفى 5 الصالحين، جاءت الشياطين إلى قومهم فقالت لهم: لو أنكم صورتم لهم صورا، اجعلوا لهم تماثيل يذكرونكم عبادة ربكم، يشوقونكم لعبادة الله عز وجل، اجعلوا لهم صورا تماثيل. الهدف والنية في البداية كانت نية صالحة حتى يذكرونهم بعبادة الله عز وجل، وفعلا جعلوا هناك أصنام وتماثيل لهم، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. ومع الأيام ذهب جيل بعد آخر وجيل بعد آخر، فإذا بالناس بدأوا يتوسلون بهم، ثم بدأوا يتبركون بهذه الأصنام، ثم بدأوا يعظمون هذه الصور حتى عبدوهم من دون الله عز وجل. وأول من عبد من دون الله ود، ولهذا كانت الناس تسمي عبد ود. فهذا ود كان رجلا صالحا لكنه عبد من دون الله عز وجل. فأرسل الله عز وجل أول رسول إلى الأرض ليأتي بدين جديد. من؟ إنه نوح عليه السلام. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. الملأ كبار القوم، الرؤساء، الحكام، الأغنياء، الأثرياء، وجهاء القوم، أول من تصدى لنوح عليه السلام. وكعادة الرسل أول من يتصدى لهم كبراء القوم، الملأ الذين يملؤون الواجهة. فجاءوا لنوح عليه السلام. تعرفون ماذا قالوا لنوح؟ قالوا لنوح عليه السلام: يا نوح، إن الذي تدعون إليه ضلال مبين. ليس أي ضلال، بل ضلال مبين. قالوا: إنا لنراك. من الذي قال؟ قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال. وليس أي ضلال، في ضلال مبين. هل رد عليهم نوح عليه السلام؟ وانظروا إلى العجب، الذي يدعو إلى التوحيد وإلى عبادة الله عز وجل صار هو في ضلال، وأنتم يا من تعبدون التماثيل والأصنام وتشركون بالله أنتم العقلاء وأنتم أهل العقل والفهم، أما الذي يدعو إلى عبادة الله في ضلال مبين. كيف رد عليهم نوح؟ لأنه نبي، لأنه يعرف كيف يدعو إلى الله عز وجل، ما سب ولا شتم،
بل قال: قال يا قوم ليس بي ضلالة، قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول، ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. رد عليه الملأ مرة أخرى، ماذا قالوا له؟ من آمن مع نوح؟ آمن مع نوح عليه السلام الفقراء المساكين الضعفاء، لكنهم كانوا أعقل من الملأ، آمنوا لنوح عليه السلام. فرد الملأ على نوح عليه السلام، قالوا يا نوح ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. من هؤلاء الذين حولك يا نوح؟ أراذلنا، أتعس الناس، أفقر الناس، الضعفاء، هؤلاء الناس الذين لا يزوجون ولا ينكحون ولا نجلس معهم، هؤلاء الذين آمنوا معك. أما كبار القوم، أما نحن الأغنياء، أما نحن الأثرياء، فإننا لا نؤمن بك يا نوح، أراذلنا، بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. فرد عليهم نوح عليه السلام، شوف الحجة، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها؟ نحن لا نجبركم على ديننا، ليس في الدين إكراه، لن نلزمكم على هذا الدين، إن شئتم آمنتم وإن شئتم لم تؤمنوا، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. لا زالوا يعاندون، لا زالوا يصرون. قالوا يا نوح ماذا تريد؟ تريد مالا؟ نعطيك مالا. قال يا قوم لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله. ورأيتم هؤلاء الضعفاء المساكين الفقراء، وما أنا بطارد الذين آمنوا، إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. أنتم في جهل، أنتم لا تفهمون. هؤلاء الضعفاء المساكين الذين حولي، هؤلاء الذين يصلون ويسجدون لله ولا يؤمنون بتماثيلكم ولا أصنامكم ولا معبوداتكم، أرأيتم هؤلاء المساكين؟ لو طردتهم فإن الله عز وجل سيعاقبني. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم؟ أفلا تذكرون؟ تذكروا، افهموا، اعقلوا أن هؤلاء الضعفاء لو طردتهم فإن الله عز وجل سيعاقبني، من ينصرني من الله إن طردتهم؟ أفلا تذكرون؟ ثم قال لهم بأنني لست ملكا ولا أعلم الغيب وما عندي خزائن السماوات والأرض، أنا بشر مثلي مثلكم، لكني أول رسول بعثني الله عز وجل إليكم لتعبدوا الله وحده، لأني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. لبث نوح عليه السلام في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 عاما يدعو إلى الله جل وعلا، يأمرهم بعبادة الله عز وجل وحده وينهاهم عن عبادة الأصنام. هل كان يدعو في الأسبوع مرة؟ هل كان يدعو في اليوم ساعة؟ أبدا، 950 عاما كان يدعوهم إلى الله عز وجل صباحا ومساء. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، مع هذا كله فلم يزدهم دعائي إلا فرارا.
كلما دعوتهم فروا مني، بل كلما دعوتهم إلى الله عز وجل جعلوا أصابعهم في آذانهم. تخيل إنسان تأتيه لتدعوه إلى الله جل وعلا فيغلق أذنيه بأصبعيه، بل أكثر من هذا كان يضعون الثياب على الوجوه حتى لا يروا نوحا عليه السلام. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. كل أسلوب اتخذه نوح عليه السلام يدعوهم إلى الله جل وعلا ما ترك أسلوبا. وإن كلما دعوتهم لتغفر لهم، الأصابع في الآذان، الثياب على الوجوه، الفرار والاستكبار والعناد. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. انظروا إلى أسلوب نوح عليه السلام في الدعوة. قال إذا عبدتم الله واستغفرتم ربكم جل وعلا يعطيكم خير الدنيا والآخرة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذا أردتم خير الدنيا والآخرة ما لكم لا ترجون لله وقارا. لما لا تعظمون ربكم الذي خلقكم؟ مع هذا كله كان عندهم ملك، وهذا الملك كان ينهى الناس عن الاستماع إلى نوح عليه السلام، بل كان يأمرهم بعبادة الأصنام. قال رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا. كان هذا الملك عنده أموال عظيمة وعنده أولاد كثر، وكان يأمرهم بعبادة غير الله عز وجل. واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا. حرضوا الناس على عبادة الأصنام، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. نوح عليه السلام استمر في عبادتهم واستمر في دعوتهم إلى الله جل وعلا، وهم في عنادهم وإصرارهم واستكبارهم، بل جاءوا لنوح عليه السلام بعد 1000 سنة إلا 50 عاما. انظروا للوقاحة. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا. وين العذاب الذي تزعمه؟ 100 سنة؟ 200 سنة؟ هددتنا بعذاب ومر علينا الآن ما يقارب 1000 سنة ما شفنا شيء، ما رأينا شيء، أين عذاب الله الذي تزعمه يا نوح؟ قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. إن كنت صادقا نريد أن نرى هذا العذاب. ما يئس نوح عليه السلام ب100 سنة، ب200 سنة، 1000 سنة، إلا 50 عاما، وهو لم ييأس من قومه، بل كانوا يستهزئون به يقولون فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. رد عليهم نوح عليه السلام بكل ثقة بكل جرأة، قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. لن تعجزوا الله عز وجل. إن شاء الرب عز وجل أنزل عليكم عذابه، يصيبكم هذا العذاب، لن تعجزوه ولن تقاوموا عذاب الله عز وجل إذا نزل. ومع هذا زوجته أقرب الناس إليه لم تؤمن به، ابنه فلذة كبده لم يؤمن به،
ما آمن بنوح عليه السلام إلا قلة قليلة من قومه. قصص نور قصص قصص نور قصص حكمة وصبر. بعد 1000 سنة إلا 50 عاما ونوح عليه السلام يدعو قومه إلى الله جل وعلا، لم يؤمن به حتى أقرب الناس إليه، حتى زوجته ما آمنت به، زوجة نوح أقرب الناس ما آمنت به. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح، ضرب الله فيها المثل حتى زوجة نبي ما آمنت به، أحد أبنائه ما آمن به، بل ما آمن به إلا القليلون، أكثرهم ضعفاء ومساكين. وأوحى الله عز وجل إلى نوح أن باب التوبة قد أقفل، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. باب التوبة أغلق، لن يؤمن أحد بعد اليوم، حتى زوجتك، حتى ولدك، حتى أقرب الناس لن يؤمن أحد. في هذه اللحظة دعا نوح ربه، قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. هذه رحمة بهم، لأن الله عز وجل لو تركهم لازدادوا إثما وكفرا وازداد عذابهم، وإذا ولدوا لن يلدوا إلا الفاجر الكافر. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. دعا نوح على قومه أن يهلكهم الله عز وجل، فلما دعا عليهم أوحى الله إليه أن يا نوح اصنع السفينة، ابدأ بصنع سفينة في صحراء، سفينة في صحراء قاحلة، واصنع الفلك، الفلك السفينة، هذا أمر الله جل وعلا، سيبدأ العذاب لكن أولا اصنع هذه السفينة في صحراء. ولم السفينة أصلا؟ ومن أين أصنع سفينة في صحراء؟ من أين لي بالخشب؟ صحراء، حتى الأشجار لا توجد فيها، لا أخشاب، لا أشجار، لا أمور أصنع بها هذه السفينة، كيف أصنعها؟ واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، هذا أمر الله، سيعلمك الله عز وجل كيف تصنعها. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. أمر الله عز وجل لك يا نوح أن تصنع هذه السفينة، فابدأ في صناعتها وإن كانت في صحراء. أمر الله، سترى ما الذي يحدث يا نوح. هل سيصنع نوح سفينة في صحراء؟ بل كيف سيصنعها أصلا ولا توجد فيها أشجار؟ من سيعلمه صناعة هذه السفينة؟ وماذا سيفعل إذا صنع هذه السفينة؟ هل تتوقعون أن قومه سيتركونه يصنع هذه السفينة؟ هل سيدعه الناس وهو يصنع سفينة في صحراء؟ الأمر غريب، مستغرب على نبي من أنبياء الله، بعد أن كان يدعوهم إلى الله ترك الدعوة، لن يؤمن أحد، وبدأ في صناعة السفينة. ماذا سيقول قومه له؟ وما موقف ابنه معه؟ وماذا سيحصل لقوم نوح؟ وكيف سينزل عليهم عذاب الله جل وعلا؟ هذا كله سنعرفه بإذن الله عز وجل في الحلقة المقبلة. حتى نلقاكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص نور قصص. يا نوح، هناك علامة، ضحك، استهزاء، سخرية، بدأ يقطع الأشجار هو والذين آمنوا، فإذا الماء يعلو بيوتهم، صارت الأمواج بعلو الجبال، الأمواج تتفاوت، والناس يبكون. كم حزن نوح عليه السلام على ابنه، حتى كبر الشرك وانتشر في الناس، لم يبق في الأرض إلا أهل الإيمان. قصص نور قصص حكمة وصبر، أساميهم لنا خير وعطر.
يا سيرة خير يا كل الخير يا عز العز يا ديني لنا فيكم عبر وجمل قصص تدمع لها عيني يا سيرة خير يا كل الخير يا عز العز يا ديني لنا فيكم عبر وجمل قصص تدمع على عيني قصص نور قصص قصص نور قصص حكمة وصبر أساميهم لنا خير وعطاء خليفة ربنا وفي محمد ننتهي خير البشر قصص نور قصص حكمة وصبر حكمة ربنا وفي محمد ننتهي خير البشر بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء في الحلقة الماضية كنا نتكلم عن نبي الله نوح عليه السلام وكيف دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما فلم يؤمن إلا القليل ما أمن معه أحد 34 وقيل 84 من آلاف من البشر كفروا بنوح وبرسالته ومع هذا الصبر دعا قومه بكل وسيلة وفي كل وقت حتى أوحى الله عز وجل إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن وقفل باب التوبة وأوحى الله عز وجل إلى نوح كما نذكر أن اصنع الفلك الفلك هي السفينة وكان نوح عليه السلام يعيش في صحراء مع قومه ولم يصنع سفينة في صحراء هذا أمر الله عز وجل قال ربي كيف أصنع هذه السفينة من أي شيء علمه الرب عز وجل أن يزرع شجرة معينة سنوات طويلة وهو يزرعها حتى حصلت هذه الأشجار وحصدها نوح عليه السلام وعلمه الرب عز وجل أن يقطعها فبدأ الناس يمرون عليه ما بال نوح كان يدعونا إلى دين كان يأمرنا بعبادة رب كان يقاوم عبادتنا الآن ترك كل هذا وبدأ يشتغل بالأشجار وبالنجارة وبالخشب بدأ يقطع الأشجار هو والذين آمنوا ما الذي يفعله نوح؟ لما يصنع هذا يأتون إليه يسخرون عليه ثم علمه الرب عز وجل أن يركب الخشب على الخشب بالمسامير علمها نوح عليه السلام وبدأ يصنع سفينة عظيمة في صحراء وبدأ الناس يمرون عليه ويقولون له يا نوح أجننت يا نوح كنت تدعونا إلى دينك كنت تنصحنا كنت تعلمنا ونحن لا نؤمن بك لكن أن تصنع سفينة في صحراء قاحلة من يفعلها إلا المجانين ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا من ضحك استهزاء سخرية اتهام بالجنون ونوح يصبر بل نوح عليه السلام كان يرد عليهم ردا يعلمهم أن هناك يوم سنقف فيه عند الله عز وجل وترون من الذي يسخر من الثاني ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه
وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. والناس سنوات طويلة تتعجب ما بال هذا الرجل بدأ يصنع سفينة في أرض لا نهر فيها، في مكان لا بحر فيه، جبال وصحراء. هذه البلاد التي كان يعيش فيها نوح عليه السلام. ما الذي يحدث؟ ما الذي يجري؟ والناس تسخر والناس تستهزئ، بل قالوا عن نوح عليه السلام مجنون، وقالوا مجنون وازدجر. فأوحى الله عز وجل إلى نوح: يا نوح، هناك علامة إذا ظهرت اركب أنت والذين آمنوا في هذه السفينة. اكتملت السفينة وتم بناؤها في الصحراء. قال الله عز وجل لنوح: أرأيت هذا التنور الذي تخرج منه النار؟ تنور يخرج منه نار عند نوح عليه السلام. أرأيت هذا التنور؟ إذا رأيت الماء يخرج من هذا التنور اعلم يا نوح أنها هذه هي العلامة، وهنا سيبدأ العذاب، فاركب يا نوح أنت والذين آمنوا في تلك السفينة. قصص نور قصص قصص نور قصص حكمة وصبر. ظل نوح عليه السلام ينتظر العلامة. أي علامة؟ إنه التنور يرقبه متى يفور الماء فيه، فإذا بالعلامة تبدأ. فعلم نوح عليه السلام أن العذاب سينزل، فأسرع إلى الذين آمنوا، قال لهم: اركبوا في السفينة. فنظر الناس إليهم: ما بالهم؟ أجنوا؟ أيركبون سفينة في صحراء؟ فركب أهل الإيمان. وأوحى الله عز وجل لكل الحيوانات ذكرا وأنثى، إلى كل حيوان، كل جنس، أن يركب منه ذكر وأنثى، من كل زوجين اثنين. فبدأت الحيوانات تركب، والطيور تقف، وأهل الإيمان فيها كلهم تجمعوا في هذه السفينة. وقال: اركبوا فيها بسم الله، لأن العلامة بدأت، لأن العذاب سينزل الآن. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول. أحد أبنائه سبق عليه القول، وزوجته ماتت منذ زمن. وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. والناس ينظرون: ما بال نوح؟ فلما ركب السفينة وحمد الله عز وجل نادى ربه جل وعلا وقال: إني مغلوب فانتصر. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. فلما ركب أهل الإيمان في السفينة والحيوانات معهم والطيور تجمعت، ونظر أهل الكفر لنوح وهم يضحكون عليه: ما باله؟ ما الذي حصل؟ هل جن نوح والذين آمنوا؟ بدأ العذاب، وبدأت السماء تفتح بالماء المنهمر. لم يكن مطرا عاديا، بل كدلو يصب الماء منه. ففتحنا أبواب السماء، المطر بدأ ينزل من السماء بغزارة كأنه دلو يصب الماء منه. ليس هذا فقط، بل بدأت العيون تتفجر من الأرض، ماء من الأرض وماء من السماء. ففتحنا أبواب السماء بماء
الهمر وفجرنا الأرض عيونا والتقى الماء على أمر قد قدر وإذا بالسفينة تطفو في ذلك الماء وحملناه على ذات ألواح وحملناه على ذات ألواح ودسر أما أهل الكفر اختبأوا في بيوتهم من هذا المطر الذي سينزل فإذا الماء يعلو بيوتهم هربوا إلى السطوح تخيلوا كيف كانت الأم تحمل أولادها وتهرب تخيلوا كيف كان الناس يصعدون إلى الجبال يرقون الجبال يهربون من أي شيء من هذا الماء الذي ينزل من السماء ويتفجر من الأرض ويعلو الطوفان شيئا وشيئا الشيوخ العجائز الأطفال الأم مع أولادها الأب مع زوجته مع أولاده كل الناس يهربون ويصرخون وهي تجري بهم وهي تجري بهم في موج كالجبال صارت الأمواج بعلو الجبال أرأيتم إلى الجبال وارتفاعها هكذا وصلت الأمواج إلى الجبال والناس يصرخون والناس يغرقون والناس يهربون يبحثون عن أي مرتفع في الأرض إنه عذاب الله نزل إنها قدرة الله عز وجل ماذا صنعتم؟ ماذا فعلتم بعد 1000 سنة من استهزائكم على هذا النبي؟ تسخرون منه لصناعته هذه السفينة في هذه الصحراء؟ الآن انظروا إلى قدرة الله جل وعلا الأمواج تتضافر والناس يهربون والناس يغرقون والناس يستغيثون ويصرخون وأهل الإيمان تطفو سفينتهم سفينة النجاة سفينة نوح عليه السلام والذين آمنوا وما آمن معه إلا قليل نجى الله الحيوانات وأغرق الله عز وجل بشرا لم يؤمنوا به بدأ الماء يرتفع شيئا فشيئا ونوح والذين آمنوا على تلك السفينة ينجيهم الرب عز وجل المطر ينزل والأرض تتفجر حتى صارت الأمواج كالجبال وهي تجري بهم في موج كالجبال بلغت الأمواج رؤوس الجبال والناس يصرخون والناس يبكون والناس يصيحون كل منهم الأم تحمل أطفالها لترقى بهم إلى رؤوس الجبال وهي تجري بهم وهي تجري بهم في موج كالجبال نوح عليه السلام لما قال للذين آمنوا اركبوا في السفينة اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم قال الرب عز وجل وهي تجري بهم في موج تخيلوا الموجة إذا وصل إلى الجبال وهي تجري بهم في موج كالجبال الأم تحمل أطفالها الشيخ يركض وكل الناس يهربون إلى الجبال نوح عليه السلام في هذه اللحظات تذكر ابنه أحد أبنائه اسمه يام بدأ يبحث عنه بين المؤمنين أين ابني؟ أين فلذة كبدي؟ نعم هو لم يؤمن لكن ربما كان قد أخفى إيمانه يسأل أبناءه أين أخوكم يام قالوا يا أبانا لم يركب معنا أخذ وهو على السفينة ينظر في الناس من غرق ومن هرب ومن يصعد الجبال فرأى ابنه من بعيد رأى ابنه وفلذة كبده يا بني رأى ابنه بعيدا عن الكفار الكفار في جانب وهو بعيد عنهم فظن نوح أنه ربما كان قد أخفى إيمانه ونادى نوح ابنه وكان في معزل كان بعيدا عن الكفار يا بني اركب معنا يا بني أدركنا يا بني تعال في السفينة لا زال في الأمر متسع يا بني أدرك نفسك يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين نوح عليه السلام في هذه اللحظات لم يتمالك نفسه إنه أب وهذا ابنه إنها العاطفة إنها الرحمة في القلب لم يستطع أن يتمالك نفسه ينادي ابنه لكنه العناد في ابنه لكنه الكبر قبح الله الكبر والعناد فإذا بابنه يقول قال سآوي إلى جبل يعصمني سآوي إلى جبل يعصمني من الماء لا
زالت هناك جبال لم يغطيها الماء، قال سآوي إلى جبل يحميني من الغرق، يحميني من الماء. فرد نوح عليه السلام لأنه يعلم هذا ليس بمطر، هذه ليس مياه عادية، بل إنه عذاب الله نزل. قال له نوح عليه السلام، قال يا بني، قال لا عاصم اليوم، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فإذا بنوح عليه السلام يرقب ابنه، ابنه يفر إلى الجبل ويرقى الجبل والماء تحته، ويصعد الجبل والماء تحته، ونوح يرقبه ويرقبه ويرقبه ويناديه، لكنه لا يبالي، قال الجبل سيحميني، الجبل سيحميني. حتى إذا بالماء يلفظ ابنه، إذا بالماء يغرق ابنه، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. كم حزن، كم حزن نوح عليه السلام على ابنه، ولكن هذا أمر الله عز وجل، لا شفاعة لأنه ابن نبي. أمر الله إذا نزل لا يشفع فيه أحد، ولا يرد أمر الله عز وجل أحد. أما أهل الإيمان فقد حمدوا الله عز وجل، وقالوا الحمد لله، وقالوا الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. السفينة تجري في البحر، والماء طغى، وتحولت الصحراء إلى بحر ذات أمواج، بحر عظيم غطى حتى رؤوس الجبال. قبل لحظات كانت صحراء قاحلة، الآن الماء يجري في كل مكان حتى غطى الماء رؤوس الجبال. إن الماء طغى، إنا لما طغى الماء حملناكم، حملناكم في الجارية، أي السفينة، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. إذا بالسفينة ظلت على سطح البحر أياما وشهورا، الله أعلم بها كم ظلت السفينة تجري، الماء غطى الأرض كلها، لم يبق في الأرض حي إلا نوح والذين آمنوا، إلا نوح وأصحابه، لم يبق في الأرض حي لا من الحيوانات ولا من الإنس. إنه أمر الله عز وجل، إنه الطوفان، إنه الماء. لما يكون جنديا من جنود الله عز وجل، نوح طلب من ربه طلبا، قال ربي، أخذ يدعو الله عز وجل، قال ربي إن ابني من أهلي، مهما حصل لكن يبقى ابني يا رب، القلب يتفطر عليه، لا زال إنه أبوه. قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. نسيت، نسيت يا نوح أن الله عز وجل قال لك لا تخاطبني في الذين ظلموا؟ ما يدري نوح، ربما كان مؤمنا وكتم إيمانه، ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فرد الله عز وجل على نوح، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. إذا لم يكن مؤمنا تتقطع الأواصر والصلات، تتقطع الأرحام إذا لم يكن الإنسان مؤمنا. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هنا استغفر نوح ربه واستعاذ بالله عز وجل من هذا السؤال، قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. كل هذا على السفينة، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. بعد فترة طويلة من الزمن، بعد شهور طويلة، ونوح عليه السلام مع الذين آمنوا يصلون، يذكرون الله عز وجل، يحمدون الله جل وعلا على ما حصل معهم من نجاتهم في ذلك الموقف العظيم. نوح كيف يعرف الآن أن الطوفان انتهى؟ أرسل حمامة فإذا بها تجوب الأرض، فرجعت ورأى رجلها إلى الآن، ثم أرسلها بعد زمن فإذا به يرى على رجلها آثار شجرة زيتون، علم أن الماء بدأ يتناقص،
ثم بعد زمن رأى في رجلها طين فعلم أن اليابسة بدأت تظهر. قيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر. تناقص الماء وانتهى الأمر واستوت على الجودي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. السفينة رست على جبل في العراق اسمه الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. هبط نوح عليه السلام مع الذين آمنوا على أرض نجاهم الله عز وجل فيها من الكفار، فلم يبق في الأرض إلا نوح والذين آمنوا ليعمروا الأرض مرة أخرى بإيمانهم وطاعتهم لله. انقطع النسل بعدها من كل الناس، فلم تكن هناك ذرية إلا لنوح عليه السلام وأولاده، فاصطفى الله عز وجل البشر مرة أخرى. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك. فهبط نوح عليه السلام ونجى الله عز وجل الذين آمنوا وأهلك الكافرين لتعيها أذن واعية. قصص نور قصص قصص نور قصص حكمة وصبر. بقي نوح عليه السلام بعد الطوفان لسنوات يدعو أهل الإيمان، يعلمهم دين الله عز وجل ويبلغ رسالة الله. سنوات وهو يعلم أهل الإيمان دينهم، لم يبق في الأرض كلها إلا بعض المؤمنين ونوح معهم. إنها لحياة طويلة، 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو يعلم الناس ويصدع بالحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. لم يبق في الأرض إلا أهل الإيمان، ولكن لكل شيء نهاية. اقتربت نهاية نوح عليه السلام، قربت منيته، اللحظات الأخيرة. مرض نوح على فراش المرض، بالقرب منه ابنه، قال يا بني إني موصيك وصية. قال أوصني يا أبي. قال اسمع يا بني، لو أن السماوات 7 والأرضين في كفة ولا إله إلا الله في كفة أخرى لرجحت بهن لا إله إلا الله. يا بني لو أن السماوات 7 والأرضين حلقة لقصمتهن لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله. دعوة الأنبياء بها بدأوا دعوتهم وبها تختم دعوتهم. ظل أهل الإيمان أهل التوحيد بعد وفاة نوح عليه السلام لسنوات الله أعلم بها، لكن ما الذي حصل؟ هل ظل التوحيد على حاله؟ هل ظل أهل الإيمان على إيمانهم؟ هل ظل الموحدون وتركهم إبليس وتركتهم الشياطين؟ أبدا. يا بني آدم، الله عز وجل ينادي بني آدم يذكرهم بالتوحيد فيقول لهم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. دب الشرك في الأرض مرة أخرى وبدأت الشياطين تحرف الناس عن دين الله عز وجل. نعم توفي نوح، نعم أدى الأمانة، نعم بلغ الرسالة، وأهل الإيمان بقوا ولم تبقى إلا ذرية نوح عليه السلام، ولكن أهل التوحيد جاءت الشياطين إليهم وبدأ الشرك يبدأ صغيرا وصغيرا وشيئا فشيئا. بدأ الشرك الخفي يدب في قلوب الناس حتى انتشر شيئا فشيئا، حتى كبر الشرك وانتشر في الناس وعظم، وبدأ الشرك الأكبر في الأرض مرة أخرى. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لكن السؤال، ما الذي حصل بعد نوح عليه السلام؟ أول رسول إنه نوح،
وهو أول أولي العزم من الرسل بعد نوح عليه السلام، من الذي أتى ومن دعا الناس إلى التوحيد مرة أخرى ومن أرجعهم إلى دين الله جل وعلا؟ وهل يترك الله البشر هكذا بغير كتاب ينزل أو رسول يرسل إليهم؟ هذا ما سوف نعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله من قصص الأنبياء. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص نور قصص. أنت سفيح وأنت كاذب، أنا بريء منكم ومن دينكم ومن معبوداتكم وأصنامكم. أنا أتحداكم، ماذا يمتلك حتى يقف أمام هذه الأمة العاتية الجبارة؟ اجمعوا أسلحتكم وجيوشكم وقواتكم. عناد، استكبار، إصرار، جحود. جندي واحد من جنود الرحمن أهلك تلك الأمة وأهلك كل الكافرين. قصص نور قصص، حكمة وصبر، أساميهم لنا خير وعطر. نبتدي بآدم خليفة ربنا، وفي محمد ننتهي خير البشر. يا سيرة خير، يا كل الخير، يا عز العز، يا ديني، لنا فيكم عبر وجمل، قصص تدمع لها عيني. يا سيرة خير، يا كل الخير، يا عز العز، يا ديني، لنا فيكم عبر وجمل، قصص تدمع لها عيني.